ندعو الآن الأستاذ الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث رئيس المؤتمر لمشاركتنا بكلمة. مع الأستاذ الدكتور ناصر منذر رئيس الجامعة، مع الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة، مع السادة الضيوف ضيوفنا الكرام زملائي وأساتذتي وتلاميذي قفل الموبايل بس بيضحك. سيدات والسادة الحضور، أساتذتي وزملائي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في مؤتمركم المؤتمر العاشر لشباب الباحثين بجامعتكم العريقة الفتية جامعة قناة السويس، الجامعة السباقة دائما في مبادرتها وفي رعايتها لشبابها وفي توجهها منذ نشأتها نحو المجتمع. السادة الحضور، من المعروف أن عمليات التحديث والنمو الاقتصادي والاجتماعي تحتاج إلى أن يأخذ العلم والتقنية دورهما في أي مجتمع يرمو إلى التقدم والازدهار، وتزداد أهمية البحث العلمي في المجتمعات التي لديها مشكلات في قضايا عديدة سواء كانت حياتية مثل الإسكان والتربية وتأمين المياه والغذاء واللوجستيات من وسائل النقل وخلافه وصون البيئة والتنوع الحيوي والقضايا الأمنية كالصراعات الدولية أو غيرها، ناهيك عن مخرجات التعليم وأساليب الإنتاج والاستهلاك والتسويق، بالإضافة إلى التنمية المستدامة والخطط المستقبلية وغيرها من القضايا المعاصرة الهامة التي لا يمكن التغلب عليها سوى بالبحث العلمي الهادف لإيجاد حلول ناجعة لها. فالبحث العلمي هو الملاذ الآمن والوسيلة الأكثر نجاحاً لوضع حلول مناسبة للمشكلات التي تواجهها البشرية اليوم، وعلى رأسها الجوع والفقر والمرض والجهل. ولذلك فإن حاجتنا إلى الدراسات والبحوث العلمية تزداد يوماً بعد الآخر، فالعلم في سباق محموم للحصول على أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المستمدة من العلوم التي تكفل الراحة والرفاهية للإنسان وتضمن له التفوق على غيره. فالوظيفة الأساسية للبحث العلمي هي تقديم المعرفة من أجل توفير ظروف أفضل لبقاء الإنسان وأمنه ورفاهيته. ولقد وضح جليا للعالم في السنوات القليلة الماضية أهمية وضع البحث العلمي كأولوية أولى للمجتمعات، فمع ظهور فيروس كوفيد 19 وانتشاره حول العالم والآثار التي أحدثها في صحة الملايين على مستوى الكرة الأرضية ووفاة عدة ملايين، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية والأضرار النفسية التي نتجت عنه وما تبعه من صراع دولي، مما أثر عظيم الأثر في سلاسل الإمداد والتمويل العالمية، أدت بدورها إلى مشاكل اقتصادية عميقة على كافة شعوب العالم. هنا أدركت الكثير أهمية البحث العلمي في حياة الأمم، ليس فقط للارتقاء بحياة الناس وتطوير المنتجات الحديثة في تقنية الاتصالات والمواصلات والأغذية وجميع الاحتياجات الحياتية الملحة وغير الملحة، بل في المحافظة على حياة الإنسان ذاته، والتي هي من أولى الأمور التي يجب المحافظة عليها ورعايتها. ومن هنا أصبح امتلاك وتطوير القدرة التنافسية يمثل هدفا استراتيجيا تسعى المؤسسات البحثية لتحقيقه في ظل التحديات التنافسية الشديدة للاقتصاد العالمي المبني على المعرفة، وفي ظل تداعيات العولمة وتدوين التعليم واقتصاد المعرفة، أصبحت الجامعات أمام تحد جديد يطالبها بتحسين مستمر لنوعية وأنشطة البحوث والأنشطة الأكاديمية بالمقارنة مع أقرانها على مستوى العالم، مما يتطلب تعاونا وثيقا بين الجامعات والمؤسسات المختلفة للوقوف على قدرات الجامعات العلمية والتقنية من جهة، والتعرف على حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة عامة والمؤسسات الإنتاجية خاصة من جهة أخرى، بهدف تحديد مسارات بحثية واضحة يمكن أن تسهم برقي وتقدم مجتمعيا.
من هنا وبناء على توجه القيادة السياسية وتفعيلا لاستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والتي تمثل محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر، تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية والدولية. من هنا كان تنظيم مؤتمركم العاشر لشباب الباحثين تحت عنوان آفاق البحث العلمي والجمهورية الجديدة، والتي يعد تطبيقا فعالا للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار المنبثقة من رؤية مصر 2030، التي تبنت مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل. وفي نهاية كلمتي اسمحوا لي أن نعود بالفضل للأصحاب من بدأ ورعى وشارك في تنظيم هذا المؤتمر منذ نشأته، مرورا بنسخه التسعة وانتهاءا بالذروة العاشرة التي نشأتها اليوم. فلهم منا كل احترام وتقدير وعرفان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.